قد تقرأه ثلاث مرات، أنفع من ثلاثة كتب تقرأ كل منها مرة واحدة. بهذا الحضور وهذه النباهة وإتقان الحديث باللغة العربية الفصحى، فرضت الطفلة السورية شام البكور حضورا بهيا ذكيا راقيا، حاملة لقب تحدي القراءة العربي في موسمه السادس. شام البكور ابنة السنوات السبع مثلت سوريا في سباق تحدي القراءة العربي في دبي لتنافس ممثلي 18 دولة عربية وتفوز باللقب بتشجيع والتفاف شعبي تجاوز بلادها إلى دول عربية عديدة. حملت شام معها ذخيرة ما يزيد على 100 كتاب قرأتها رغم صغر سنها، وسجلت في جواز المشاركة 50 كتابا مما قرأت. اجتازت مبكرا في سوريا محطات متسلسلة من التنافس من مدرستها في حلب إلى بطولة سوريا في تحدي القراءة العربي في تموز يوليو الماضي، لتنتقل بعدها إلى تمثيل بلدها في دبي في مسابقة شارك فيها أكثر من 22 مليون طالب من 92 ألف مدرسة. طفولة شام تشبه ما مر به كثير من الأطفال السوريين خلال الحرب، بل لعلها عاشت مرارة الفقد مبكرة مع استشهاد والدها بانفجار لم تسلم خلاله شام من الإصابة. طفولة فرضت على الأم توفير الأمان والدفء لطفلة تمتلك ذكاء وحضورا وشخصية استثنائية. شام باتت اليوم حديث السوريين ومحط آمالهم بجيل قادر على العطاء والبناء، متمكن من لغته وعلمه، ينثر الفرح والأمل بغد أفضل لبلد قدم إلى البشرية أبجديتها الأولى. محمد الخضر، دمشق، الميادين.